بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم طيبين. دايما بنقول على مواسم الحصاد هي الأعياد بالنسبة للمزارع المصري، وخاصة لما بتتكلم عن الذهب الأصفر أو القمح المصري، هو ليه مكانة خاصة في قلوب المصريين، لأن هو الخير داخل الأراضي الزراعية المصرية. بنتكلم على نجاح المزارع المصري في زراعته على مدار التاريخ، وأيضا زيادة الإنتاجية وتطبيق البحث العلمي اللي احنا بقينا ناجحين فيه وقدرنا نوصل بإنتاجية مرتفعة بالنسبة للفدان. تحديات كثيرة جدا بتواجه إنتاج الأقماح في مصر، ومنها ثبات الرقعة الزراعية، محدودية الموارد المائية، التنافس ما بين المحاصيل العلفية بالنسبة للقمح، هزرع رغيف العيش ولا هزرع أعلاف، فده كان بيعتبر عائق أمام زيادة الإنتاج. لكن لو جينا شفنا الموضوع بالتدقيق في الأرقام والإحصائيات، هتلاقي أن أنت بالرغم من الزيادة السكانية اللي تخطت 100 مليون نسمة، إلا أن نسبة الاستيراد اللي أنت بتستوردها تعتبر ثابتة، وده معناه أن أنت بتقدر توفر أو بتزيد في إنتاجك، يا إما من دخول مساحات جديدة أو أن أنت بترفع من إنتاجية الأرض وتطبيق البحث العلمي. النهاردة شفنا افتتاح موسم الحصاد من توشكا، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على ده، وده يورينا مشهد جميل جدا للدولة المصرية وزيادة المساحات المنزرعة، خاصة لما نتكلم على مشروع ما كانش في مردود منه لسنوات طويلة، وتم إعادة إحيائه مرة أخرى لكي يضيف إلى الإنتاج القومي الزراعي المصري، ودي خطوة مهمة جدا. مفيش حاجة اسمها أرض لا تصلح للاستغلال، ولكن هناك بحث علمي وكيفية التغلب على الصعاب الموجودة داخل هذه الأراضي. النهاردة هبتدي معاكم الحلقة وهنتابع من محافظة الدقهلية موسم حصاد القمح، عملوا إيه، أخبارهم. عايز أسمع من السادة المزارعين كمان لو في أي مشكلة بتواجههم أو بتقابلهم مع الموسم، آلية التوريد، وبطمن حضراتكم ان هناك حافز اتكلمنا عنه وعن تفاصيله وعن قيمته، حافز توريد. في نفس الوقت في تعليمات وتنبيهات مشددة من كل القيادات وعلى رأسهم السيد وزير الزراعة السيد القصير بتيسير العمل من اجل انجاح موسم التوريد. مفيش حاجة اسمها تعقيدات، لان انا كان بيجيلي استفسارات بقالي فترة، الناس بتتكلم يقول لك طب انا هروح اورد فين، طب الاجولة، استفسارات كثيرة كنا بنتابعها وبنرد عليها، لكن دقت ساعة العمل، آن الأوان إن احنا النهاردة نشوف إيه اللي بيتم. أنا معايا على الهاتف الدكتور فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية. كل عام وحضرتك طيب يا فندم. وأنت مساء السلامة يا فندم. ابتديتم موسم الحصاد؟ هو إن شاء الله، يعني احنا بدأنا تقريبا من امبارح، لكن لسه التوريد لم يتم تقريبا خلال يومين ثلاثة، لأن طبعا بيتم عملية التنشير والتنشيف والتجفيف عشان ياخد اعلى درجه اللي هي 23.5، اللي هي ما تعادل 885 جنيه للابداب بالواحد. تمام، ايه بقى الاستعدادات اللي انتم قمتم بيها؟ لان كان في استفسارات كتيره جدا من المزارعين، هقولها لحضرتك وبعد كده اشرح باستفاضه. يعني مراكز تجميع تكون قريبه من الحيازات الصغيره، هل الجامعات الزراعيه هيكون ليها دور؟ المزارع هياخد فلوسه بعد قد ايه؟ توافر الأجولة السليمة اللي ما تكونش مقطعة بحيث أن المزارع ياخدها منكم يقدر يورط فيها القمح سريعا. تمام. بص يا أستاذ سامي، أولا طبعا كل سنة طيبين، طبعا وكل مزارعي جمهورية مصر العربية طيبين بمناسبة الموسم الجديد وهو موسم توريد القمح. بص يا فندم، هو طبعا احنا بالنسبة لنا في محافظة ليه عندنا 34 موقع استلموا القمح. احنا جمعيات الزراعية كلفناهم من خلال مجلس إدارة ان هم يلموا من المزارعين الصغار اللي هو يعني أردبين 3-4، واحنا برضو هنوديهم برضو يعني حضرتك بتقول ان المزارع اللي حيازته صغيرة مثلا عنده نص فدان هيورد 6 أرادب، فمش معقول عشان ما يكلفوش نقل ويقف في الطابور ويعملوا تزاحم وكده. فاحنا الجامعات الزراعيه من خلال مجالس الاداره احنا يعني خلاص قعدنا معاهم، وكان معانا سياده الوزير طبعا يمكن يوم 7/4، وكان عامل مؤتمر كبير هنا في محافظه الدقهليه، واتكلم مع المزارعين بخصوص هذا الشان. وفعلا احنا بعدها عملت العديد من اللقاءات برضو مع المزارعين ومجالس الاداره، واحنا ان شاء الله الجامعات الزراعيه هتجمع هذه المساحات الصغيره وتوديها برضو باسمهم، وان شاء الله في خلال 48 ساعه يكون المواطن او المزارع قد ثمنه بالكامل باذن الله.
فما تقلقش ان شاء الله، وان شاء الله يعني المحصول بامانه مبشر، لان الجو السنه دي تقريبا كان الى حد ما معتدل، الموجات الحاره كانت برضه مقله، فبالتالي ده كل ده بيزود الانتاجيه، وعشان كده احنا اتاخرنا، احنا نبدا كل سنه في يوم 20/4 لكن احنا هنتاخر يومين 3/4 اسبوع، لكن ده كله في صالح الانتاجيه، الانتاجيه هتزيد اكثر من كل سنه نتيجه اعتدال هذا الجو. طيب لو حصل اي مشكله قابلت المزارع يتواصل مع مين؟ هل في خط ساخن، في غرفه عمليات داخل مديريه الزراعه، في مرور على الجمعيات الزراعيه؟ ممكن مزارع يروح عشان يستلم الاجوله اللي هو يورد فيها القمح، فمدير الجمعيه يقول لا انا ما عنديش الا دي، حتى لو هي تالفه، انا بناقش حضرتك مش بوجه اتهامات، لا بلسان الفلاح بعرض على حضرتك بعض المشاكل التي قد تحدث. لا ما تقلقش، احنا عندنا في المديريه عاملين غرفه عمليات بالفعل، وفي كل اداره زراعيه غرفه عمليات، فاي مزارع عنده اي مشكله يتصل بمدير الاداره، مدير الاداره ما تعاونش معايا يكلمني انا شخصيا. وعلى فكره احنا عندنا 750,000 مزارع تليفونهم كلهم، تليفوني انا معاهم كلهم تقريبا، لان انا من الداليه وعارفين بعض كويس، هم اساسا عارفيني كويس، فلو ما لو مدير الاداره ما لبش له طلبه انا موجود تحتهم امرهم واذنهم. بالتوفيق، انا بشكر حضرتك. سؤال اخير، هل الحيازه الالكترونيه تم تعميمها على الجميع ولا لسه في بعض الحيازات ما تمش؟ يعني بعض الحيازات البسيطه اللي عندهم مشاكل بس ورثه بس، لكن احنا تقريبا يعني تقريبا انتهينا باكبر كميه ممكنه هنا في المحافظه، لكن هي كلها حاجات بسيطه، وان شاء الله في خلال هذا الموسم هتنتهي ان شاء الله. هيكون ليها دور في هذا الموسم؟ يعني احنا عارفين ان معالي الوزير يعني كان اصدر تعليمات ان يضاف اليها شريحة ميزة، بحيث ان انا لو ليا مستحقات ممكن اروح اصرفها من الصراف الآلي. بالظبط، هيكون ليها دور هذا الموسم ولا لسه؟ بالظبط كده يا فندم، لها دور ان شاء الله، وفعلناها بالفعل ان شاء الله. كارت الميزة ده ممكن يسدد، ممكن نستعمله في اي، ممكن يسدد به فاتورة التليفون كمان نفسها. لا انا دلوقتي اللي يهمني مش انه يدفع، اللي يهمني ان هو ياخد. لا ياخد طبعا، مفيش ادنى مشكلة. تمام، مفيش ادنى مشكلة، وتعممت بالفعل يا استاذ. بشكر حضرتك، وان شاء الله هنيجي نزوركم ونصور موسم توريد القمح ونكون موجودين معاكم. بشكرك دكتور فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية. عايز أسمع من حضراتكم علشان ننقل الرسالة واصلة واضحة للمسؤول. يا ريت يا أستاذ محمد ننزل أرقام التواصل، لأن إحنا بنتكلم في وقت مهم جدا بالنسبة للفلاح وبالنسبة للدولة. كنا معاكم من بداية الموسم بنتكلم عن الالتزام بالسياسة الصنفية، وإن إحنا ما نزرعش أصناف مقاومتها انكسرت للأصداء، ونبهنا أكثر من مرة أن أنت التقوي بتاعتك تكون من مصدر موثوق فيه، معدلات التسميد والري. كنا معاكم يوم بيوم بنتابع الحالة الجوية، درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا وهبوب رياح، علشان يبقى فيه توصيات فنية على لسان العلماء والخبراء في هذا المجال، بحيث أن احنا نعدي الموسم بسلام. جه الوقت اللي كلنا فيه نحتفل ونفرح، لأن أنت بتتكلم على مجهود طويل، بتتكلم على موسم كامل من أهم المواسم، في نهاية هذا الموسم هو بيبقى عيد فعلا بالنسبة للمزارع، يورد قمحه، ياخد ثمنه، أمن قومي غذائي، وخاصة أن رغيف العيش له أهمية كبيرة جدا عند المواطن المصري. وهنا أنا بطمن حضراتكم، في إجراءات كتيرة بتقوم بها الدولة المصرية، وفي دفعات وشحنات من الأقماح بيتم استيرادها من الخارج، وفي هذا يعني صدد احنا عندنا مخزون استراتيجي آمن نقدر نأمن بيه احتياجاتنا. زيادة الأراضي والمساحات المزرعة احنا بنشوفها معاكم وبنتابعها أول بأول. زيادة المساحة أو الساعات التخزينية دي شيء مهم قوي، ان انت بقى عندك ساعة تخزينية تخزن فيها الأقماح. انا معايا استاذ سيد من المنوفية، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سلام؟ كل سنه وحضرتك طيب. استاذ سلام اتفضل. انا كنت كلمت حضرتك على الترعه عندنا من الاهالي مرملاها، واحنا في اخر الترعه. فكرني هي كان اسمها ايه وانا هقول لك على طول، لان انا كاتب المشاكل كلها عندي. محافظه المنوفيه مركز منوف جزائي. الترعه كان اسمها ايه؟ اسمها ترعه حوض رزق. ابو؟ طلعت ابو ايه يا حاج؟ حوض الرزق. حوض الرزق. حوض الرزق. هي دي ترعه مش عموميه، ترعه فرعيه والتعديات اللي عليها بقى لها اكتر من 6 سنين، تمام؟ وانتم بلغتم كذا مره ومحدش عمل حاجه. انا بالتواصل مع وكيل وزاره الزراعه في محافظه المنوفيه والرد علينا دلوقتي في خطه تطوير شامله لجميع الترع وتبطينها على مستوى الجمهوريه، والمنطقه دي داخله في ضمنها. ده هيتزامن معاها رفع كفاءة المراوي والمسائل الخصوصية.
الترعه بقى لها سنين مردومه، ودي علشان ترجع في يوم وليله هيبقى صعب. انت حضرتك كلمتني تقريبا من حوالي 10 ايام. تمام. انا بحكي لك كل حاجه اهو والتفاصيل قدامي. انا بقول لك احنا في نهايه الترعه، احنا في نهايه. ما هو انت دي مشكله الترعه، ما بديناش الميه نهائي. الناس عاملاها بالبراميل. صح كلامك، صح. وانا ما يرضينيش ده ولا يرضي اي مسؤول، والمفروض ما كانش من البدايه يرضي الجار او الفلاح اللي قام بالتعدي ده. علشان دي ترجع تاني وعشان يبقى في عداله التوزيع اللي بنتكلم عليها، لازم يكون في مشروع مستقر. تبطين الترعه من اولها لاخرها يوصل الميه من اول الخط لاخره في نفس الوقت، ده مع رفع كفاءه المراوي والمسائي. هتابع مع حضرتك لغايه لما ننتهي من هذه المشكله ونطمن ان انتوا بقى وضعكم مستقر ان شاء الله. استاذ عبد الله اتفضل. السلام عليكم يا باشمهندس. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. انا عندي فدان غله. ايوه. في الشرقيه. تمام. دلوقتي الجمعيات احنا هنورد للجمعيات طبعا، صح؟ المساحات الصغيره لو الجمعيه اقرب لك من الصومعه طبعا تروح. هو كفدان هتورد للجمعيه اقرب. تمام. لان اقرب مكان لينا احنا السلام، شلون لينا السلام او بالبيس او مشلول وزحمه موت. تمام. لا لسه ما فيش زحمه، خلي بالك، لان في اماكن مش هيبقى في زحمه. لسه حتى ما ابتدوش يستلموا، فهتيجي منين الزحمه؟ خلينا بس واقعيين. زي ما انا بسمع منك المشكله، بص يا حاج عبد الله، انا الهدف ان انا اتكلم معاك ان يبقى في مشكله حقيقيه نحلها، انما عشان نبالغ علشان نوصل لهدف تاني انا ما بقبلش بيه. انت عايز تورط في الجمعيه، رحت الجمعيه قالوا لك ايه؟ لا لسه ان شاء الله. انا اول ما نروح سود احنا بنبقى عارفين، انا كل سنه بروح نورط بيبقى في زحمه شويه، لان الموظفين اكلهم الساعه 2 وبيروحوا. لا يعني انت لسه ما رحتش السنه دي؟ مفيش مشكله قبل كده. لسه القمح بقى طمني عليه، ده اللي يهمني. الرفقه كلها ان احنا بنتكلم ده في الحامل، انا هاخد الحق، يعني الحكومه هتحاسبني في الاخر، هستلم منهم هدي فلوس على الارداب. قول تاني اللي انت بتقوله. دلوقتي انا عاوز افهم حكايه الحافز، انا دلوقتي هودي للحكومه مثلا ارداب الشوه، هاخد منهم قد ايه؟ 885. لسه الدكتور فوزي بيقول 885 اللي هو درجه 23.5. دي اللي هو بالحافز. يعني لو انا مثلا ما كملتش الحافز ولا حاجه هحاسبني بكام بقى؟ لو انا ما حيدتش فدان، حيدتش فدان ورحت سلمت له مثلا وليكن 10 ارداب بس. ايه علاقه ده انت بتاخد الحافز على كل على الكميه اللي انت بتوردها؟ يعني على الكميه، يعني مثلا رحت وريت ارداب بواحد هاخد 885. ايوه انت بتتحاسب بالارداب مش بالكميه. ايوه كده، يعني دي اللي انا عاوز يعني اوصل لها. بس لو انا وردت للحكومه مثلا 10 ارداب بالوحده بتاعتي فدان، المفروض اودي 12 او 14 واودي لهم 10 بس هحاسبهم 885. تمام. انت زارع صنف ايه؟ الايه؟ زارع صنف ايه عندك؟ زارع صنف مصر واحد. عامل ايه مصر واحد؟ لا اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الحمد لله يعني. ربنا يبارك لك يا رب. والانتاجيه المتوقعه قد ايه للفدان؟ والله احنا متعشمين فاضي، لا اقل حاجه 20 ارداب بامر الله ان شاء الله، كمان اكتر وربنا يبارك لك. انما هي كغل، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، يعني كان متوقع بتاع احنا معديين ال 20، بس بقول عشمنا في الله عز وجل ما يعني ما نقلش عن ال 20 ان شاء الله باذن الله يبقوا اكتر كمان. واي حاجه تقابلك او عائق، انت عندك رقم وكيل الوزاره، عندك قناه مصر الزراعيه، هتلاقينا واقفين كاني واقف معاك وانت بتورط، فما تقلقش. توعونا قوي في حكايه الحافز ديت، وتوعوا الناس ان في تجار معيشي، مهما ناخد في تجار هتنزل تلم، وما هتشتغل على السعر 820 ولا 850 واخد المتمه الحافز. انت اللي اجتهدت طول الموسم وتعبت، فبيتك واولادك اولى باي فرق؟ اولى بشيلن، اولى بجنيه. فربنا يوفق ان شاء الله. بشكرك. ده يعني استفسارات بسيطة جدا بيقولها المزارع، ده تدل على يعني أهمية هذا الموسم بالنسبة لي. الراجل ده عمره، أي مزارع عمره ما اتصل بيا عشان يسألني على مشكلة شخصية، أو هو عنده مشكلة شخصية عاوز يحلها، هو بيكلمك على مشاكل الإنتاج والعمل. في إنتاج عنده، في حركة، الأرض بتاعته دي زي المصنع. ففي مشكلة قابلته. الإنتاج عنده هيقف، هيتعطل. وبعدين هنا في خطورة كمان. المشكلة اللي بتقابل المزارع في الموسم بتضيع عليه موسم كامل. يعني لو حصل عنده مرض او زرع بتقاوي فيها مشكلة او المية ما وصلتلوش، هو في ميعاد زراعة. لو الميعاد عدى الموسم بتاعه راح. مش هيعرف يعوضه. استاذ باسم من المنصورة اتفضل. يا استاذ باسم. عدي صوتك شوية.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سعاده الباشا؟ كل عام وحضرتك طيب. نحمد الله الحمد لله. اتفضل. الوقت احنا عاوزين اسم صنف قمح جديد احسن من اللي الصبا ماسكه معانا ده. انت زرعت ايه؟ انا زارع 171. وال 171 كان في السياسه الصنفيه السنه دي؟ انا زارع 171 بسم الله ما شاء الله، المصري واحد في ناس كتير مأذيه. انا 171 عامل ايه معاك؟ كويس معايا. 171 كان كويس معاك. ممتاز جدا. لان ده في السياسه الصنفيه. بس في ناس كتير، انا صاحب ماطور وباروش، في ناس كتير مأذيه من مصر واحد ومصر اثنين. مش ده الخبراء اكدوا انه بلاش يتزرع في الوجه البحري؟ ما حامل الفلاحين زي ما انت عارف هنا حضرتك يعني علم بسيط على قدها، بيستمنى اي شكارتين او اي شويه غله عند اي حد بيزرعه. انت حضرتك لما سمعت عن الاصناف الجديده وعن السياسه الصنفيه؟ انا جبت ال 171، انا سامع ان في اصناف جديده من الاستاذ احمد موسى. طيب الاصناف الجديده، انت موسم القمح هيبتدي امتى؟ احنا مش عارفينها. خليك معايا بس، خليك معايا واحده واحده. اتفضل. انت ضميت الغله؟ انا لسه بامر الله هضمه بعد الايام عشان الصيام. طيب بعد ما ان شاء الله تضم الغله وتوردها هتبتدي تزرع الصيفي صح؟ وبعدين يجي الموسم الشتوي، فانت تلاقينا قبلها بشهر او شهرين بنتكلم على الاصناف الجديده وبنذكر فوائدها من خلال خبرائنا وعلمائنا. ما فيش اي وعي خالص هنا ناس كتير مأذيه بهدلها. طب انا هقول لك على حاجه بالراحه بس. اتفضل. الوعي هيجي منين؟ انا النهارده لو انا ما اتعلمتش القرايه والكتابه، في حد هيجي يعلمهاني بالعافيه؟ ولا انا محتاج المعلومه بدور عليها؟ انت متصل بيا النهارده ليه؟ عشان تسال على المعلومه. ده انا لما برد عليك يبقى انا قدمت الرساله واديت دوري. رساله الارشاد على قناه مصر الزراعيه 24 ساعه. لو انت ما لو انت ما شفتهاش يبقى المشكله عندك ولا عندي؟ لا المشكله عندنا بس. فالموضوع بكل بساطه، النهارده في قناه مصر الزراعيه، في الحقول الارشاديه، في الندوات الحقليه، في المدارس الحقليه. على فكره الارشاد الزراعي قايم بدور كبير جدا ولكنه تطور، يعني ما بقاش في الصوره القديمه اللي احنا واخدين عليها ان انا اجي كمرشد زراعي اقعد معاك واسلم عليك واقول لك ده في الصنف ده جربه، ايه المشكله اللي عندك؟ ده دور كان مهم جدا بيقوم بيه المهندس الزراعي وافنى عمره في خدمه الفلاح. لكن في تطور حصل وفي تفتت في الحيازات وفي فكر جديد، فبقى في نوع من الارشاد متطور اكتر. لازم احنا كلنا، وده فرض علينا وواجب، ان انا اتعلم الجديد. انا النهارده في اي مهنه في اي عمل يقول لك الخبره مطلوبه. انت اشتغلت فين قبل كده؟ ايه المهارات بتاعتك؟ ايه القدرات اللي انت تمتلكها؟ المزارع كده على فكره، لان في جديد، في تغيرات مناخيه النهارده بتواجه القطاع الزراعي والانتاج الحيواني، فانا لازم اتغلب عليها بالمعلومه. بشكر حضرتك. معايا مين يا منعم؟ عبد الله من الشرقيه؟ استاذ عبد المنعم من الشرقيه اتفضل. اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك طيب. اهلا وسهلا. المشكله عندنا هي مشكله الناس كلها بتاعت توريد للجمعيات الزراعيه القمح. ايوه. كل جمعيه نسال فيه يقول لك ما جبناش تعليمات، ازاي ما عملتوش مركز تجوز صغير؟ وبدل ما الفلاح الصغير اللي عنده دبين ثلاثه مش هياخد عربيه ويروح حته بعيده. انت رحت الموسم ده حضرتك؟ يعني ايه ما جبتلكش تعليمات؟ حضرتك رحت الموسم ده الجمعيه السنه دي؟ ايوه. قال لك ايه؟ ورحت سالتهم، والنهارده سالتهم بيقول ما جبتلكش تعليمات. لا. يعني ايه تعليمات؟ انا هتابع دلوقتي مع وكيل وزاره الزراعه في الشرقيه وهكلمه. ايوه كلمه. لازم يبقى في اجتماعات دوريه. يعني احنا عايزين نلم 6 مليون طن زي ما قالت الدوله. طب بالشكل ده مش هنلم. صح. التجار هيسقطوا، وبعدين التاجر بياخد بسعر اقل ووزن اكتر ويورط وما يديكش فلوس الا لما يصرفوها من البنك. كلامك سليم. كلام حضرتك صح. لان احنا بنتكلم على عايزين نوصل لاعلى مخزون نقدر نشيله في الصوامع عندنا، فطب وفر للفلاح، اعمل له تيسيرات، مراكز التجميع اللي هي بالتنسيق مع وزاره التموين. انا عايز اقول لحضرتك معالي الوزير السيد القصير، من قبل موسم الحصاد بفتره وفي اجتماعات مكثفه مع مدير المديريات، اي مكان هيجي لنا عنه مشكله هنبلغ وكيل الوزاره في ساعتها. قول لي انت في مركز ايه في الشرقيه؟ بالبيس. في بالبيس. والجمعيه اسمها ايه؟ وجمعيه انشار. جمعيه انشاص. حاضر بشكرك. استاذ محمد من البحيره اتفضل. يا استاذ محمد حضرتك متصل ليه؟ حضرتك يا فندم دلوقتي انا عندي الفدانيين. ايوه. زرع فدان
واحد غلى. وطي التلفزيون يا استاذ محمد. زرع فدان بس غلى يا فندم. فدان واحد بس غلى. وفدان ماضي مرسي. احنا فندم الفدان ده اورده ازاي للشغل واكل انا منه منين؟ بروح الجمعيه، الجمعيه بيقول لك مش هتاخد كيماوي. انت ايه مشكلتك بتقول لي؟ ايه المشكله اللي عندك؟ مشكله دلوقتي انا عندي فدان واحد مزروع غلى. هذا بتاعت الثلاث فيادين. عرفت خلاص، ايه المشكله في التوريد؟ تقول لك لازم الفدان لازم تورد على الفدان 12 ارداب يا فندم. الفدان جايب قد ايه؟ الفدان عندي لسه 18 ارداب. طب ما تورد. طب ما انا اكل منين لما اورد 18 ارداب دول؟ انت قصدك ان انت هتفضل عندك 6 ارداب. وبعدين انت عارف ان انت بتاخد عشان تزرع القمح ده بتصرف سماد، بتاخد تقاوي محسنه، بتاخد معلومه ارشاديه، بيتعدى عليك ري، فانت النهارده قطاع الزراعي مش قطاع لا ينفصل عن الدوله. واذا ما كناش احنا نزرع علشان رغيف العيش وعلشان الامن القومي الغذائي، انت زي ما زرعت وزي ما خدت مدخلات انتاج، المفروض ان انت في 12 ارداب بهذا الموسم نلتزم بيهم. وفي اجراءات هو قالها لك في الجمعيه، قال لك انت خلاص يبقى مالكش عندي سماد مدعم بعد كده. بشكر حضرتك. بعد الفاصل هيكون معايا عالم من علمائنا الاجلاء، الدكتور عمرو عبد الجواد، رئيس شعبه مصادر المياه والاراضي بمركز بحوث الصحراء، هنتكلم على ملفات مهمه جدا متعلقه بكل قطره مياه. بعد الفاصل.